السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخصوا مادة النشاط العلمي بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، وغادي نديروا الفرض الصفي رقم واحد الدورة الأولى. وكما كتعرفوا بأنه في هذا العام وكمستجد ولاو فروض صفية اللي هما فروض المراقبة المستمرة، ولا كذلك في نهاية كل دورة فرض موحد حد على صعيد المؤسسه، صافي بالنسبه لكاع المستويات. مزيان، دونك اليوم غادي ندير معكم فرض صفي رقم واحد الدوره الاولى بالنسبه لماده النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي السنه الدراسيه 2021 2022. دونك عندي هنايا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، 4 اكتيفيتي، حاولت ما امكن انني ننوع لي زاكتيفيتي. داكوغ، غادي نبداو بلا بروميير كيسيون. السؤال الاول: املأ الفراغ بما يناسب، على ثلاثه ديال النقاط غادي نملؤوا هاد الفراغات هادو باش بهاد خواصها شكلها وتركيب. اذا خلال التحول الفيزيائي تتغير الماده، في فين كتغير الماده؟ واش في خواصها ولا شكلها ولا تركيب؟ وليس في تركيبها ولا تتغير. واش في خواصها ولا شكلها ولا تركيب؟ خلال التحول الكيميائي يتغير واش خواصها المادة ولا شكلها المادة ولا تركيب المادة وتتغير خواصها. دونك حنا كنعرفو كاين فرق ما بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي. التحول الفيزيائي هو تحول تتغير فيه المادة في الشكل ولا تتغير في التركيب. اما بالنسبة للتحول الكيميائي تتغير المادة في التركيب وكذلك تتغير في الشكل، مفهوم؟ إذا خلال التحول الفيزيائي تتغير المادة في ماذا؟ في شكلها، إذا كتغير في الشكل ديالها وليس في تركيبها، ما كتغيرش في التركيب ديالها، صافي؟ كتبقى نفس التركيب، ولا تتغير خواصها، ديك الخواص ديالها ما كتغيرش، خواصها. دونك خلال التحول الفيزيائي تتغير المادة في شكلها وليس في تركيبها ولا تتغير خواصها، ففي الخواص ديالها ما كتغيرش. اما بالنسبة للتحول الكيميائي، اذا خلال التحول الكيميائي يتغير، كيتغير؟ كيتغير تركيب المادة، تركيب المادة. دونك هما مشاو ليا كاملين. دونك خلال التحول الكيميائي يتغير تركيب المادة وتتغير خواصها. إذا عرفنا من خلال هذا التمرين أن التحول الفيزيائي أن المادة كتغير في الشكل وليس في تركيبها وما كتغيرش الخواص ديالها. أما بالنسبة للتحول الكيميائي كيتغير التركيب ديال المادة وكذلك تتغير خواصها وكذلك شكلها، صافي. دي ندوزو لدوزيام كيسيون. السؤال الثاني: ضع علامة في، يعني غنزيدو نديرو واحد علامة في، أمام خانة صحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة هذه صحيحة غادي ندير كخوا قدام صحيحة، إذا كانت خاطئة ندير كخوا قدام خاطئة، صافي. إذا تسوس الأسنان تغير كيميائي. أول حاجة هاد التغير كيميائي احنا قلنا في السؤال الاول بانه يتغير التركيب ويتغير كذلك الخواص. واش هو فعلا تغير كيميائي؟ دابا باش نفهموا واش هو تغير كيميائي ولا تغير فيزيائي، رانا نديروا الفرق ما بين تحول فيزيائي وتحول كيميائي. دابا شوف معايا، التحول ابلتي هذه كتبت التحويل، التحول الكيميائي كيميائي، وهنايا التحول الفيزيائي، الفيزيائي. دونك التحول الفيزيائي هو تحول انعكاسي، شوفوا انعكاسي، تحول انعكاسي، وهذا غير انعكاسي، انعكاسي، صافي. ما معنى انعكاسي؟ يعني يمكنه الرجوع للحالة الأصلية. مثلا عندي الطوبة ديال الثلج، طوبة ديال الثلج كتكون مجمدة، من بعد كترجع عبارة عن سائل، داكوغ، كترجع عبارة عن سائل، يعني تحولت لي من حالة إلى حالة، هذا تحول فيزيائي، ولكن يمكن لها ترجع عبارة عن ثلج، داكوغ، يعني يمكن لها ترجع للحالة الأصلية ديالها، يعني هي تحول انعكاسي، يمكن أن ينعكس إلى حالته الأصلية. لكن بالنسبة للتحول الكيميائي إلا غير انعكاسي. أعطيكم مثال، مثلا عندي تفاحة، تفاحة كتكون في الحالة الأصلية عبارة عن تفاحة، من بعد كترجع تفاحة سوداء معفنة، واش يمكن لها ترجع تفاحة عادية يمكننا أكله؟ لا. إذن هذا تحول كيميائي غير انعكاسي، وهذا فيزيائي انعكاسي، صافي، فيزيائي انعكاسي. مزيان، إذن تسوس الأسنان، ملي غتسوس لي السنة واش يمكن لها ترجع كما كانت؟ لا. دونك هو تغير كيميائي، إذن صحيح. العبارة الثانية:
يعتبر انصهار الجليد تغيرا كيميائيا. دابا الجليد يعني ضد الثلج، داك الثلج منين كينصهر صافي، كينصهر كيرجع سائل. واش يمكن له يرجع جليد عاوتاني ولا لا؟ يمكن له يرجع. اذا هذا التغير هو تغير فيزيائي وليس كيميائي، اذا هذه العباره هذه خاطئه صافي. العبارة الثالثة والأخيرة، يتدخل ثنائي الأكسجين في احتراق الأجسام داخل الهواء. إذا احتراق الأجسام ضروري وجود الأكسجين ولا لا؟ إذا من ضروري وجود الأكسجين، لماذا؟ لأنه بلا أكسجين ما يمكنلاش تحرق ليا أي حاجة صافي. والملاحظة السليمة هو إذا كنتو درتو مع الأستاذ ديالكم داك التجربة ديال الشمعة، التجربة ديال الشمعة كتكون شمعة هكذا كتكون مشتعلة، عندما تكون لدي شمعة مثلا وننكس عليها كأسا تنطفئ مع مرور الوقت، تنطفئ. لماذا؟ لعدم وجود الهواء او لعدم وجود الاكسجين داخل الكاس المنكوس. مزيان، اذا هنا يتدخل ثنائي الاكسجين في الاحتراق او في احتراق الاجسام داخل الهواء. صحيح صافي صحيح. غادي ندوزو الان السؤال ثلاثة واللي كيخص الهواء من حولنا، هو اول درس درتوه في النشاط العلمي ديال هذه السنه السادسه ابتدائي. اذا ثلاثة، اتمم الشكل بالغازات المكونه للهواء. هذا الشكل هذا غادي نكملوا بالغازات المكونه للهواء. اذا حنا كنعرفوا الغازات المكونه للهواء، وهنا عندي النسب، عندي 78%، وهنا عندي 21%، وهنا عندي 1%. مزيان، اذا نبداو باكبر نسبه من الغاز في الهواء. اكبر نسبه هي 78%، وهي لثنائي الأزوت. ثنائي الأزوت هو أكبر نسبة، وبالنسبة ديالو هي 78% صافي. النسبة ديالو هي 78% في الهواء. في المرتبة الثانية كيجي ب 21%، ماذا؟ ثنائي الأكسجين. ثنائي الأكسجين اللي هو ماذا؟ اللي هو O2 صافي. O2 اللي هو ثنائي اكسجين، شحال القيمه ديالو؟ 21%. 21% صافي. و1% كتبقى الغازات اخرى كتكون كذلك في الهواء. وهاد النسب ماشي ثابته دائما، لانه ملي كيكون عندي واحد الهواء ملوث كتكون عندي نسب مختلفه. مثلا عندي واحد المدينه فيها الغازات السامه بزاف ديال المصانع، عندي فيها الازبال بزاف، عندي فيها المطارح كثيرة، عندي فيها المطارح ديال الصرف الصحي كثيرة جدا. إذا داك الغازات كتختلف، يعني النسبة ما كتبقاش 78% ديال الأزوت، وكذلك بالنسبة لثنائي الأكسجين ما كتبقاش النسبة ديال 21%، ولكن الغازات الأخرى النسبة ديالها كتكبر صافي. ديك الغازات السامة كتكون كثيرة في الهواء صافي. ندوزو لرابعا، وهذا السؤال غادي يتعلق لي بالدرس ديال الاحتراقات، تابعوا معايا. رابعا، للاحتراقات مخاطر عديدة، اذكروا أربعة منها. اذا غنديرو أربعة ديال المخاطر اللي كتصيب، ممكن تصيب الإنسان صافي، لا ممكن تعطي خسائر مادية ولا خسائر معنوية ولا خسائر في الأرواح صافي. مزيان، إذا من بين هاد المخاطر هنا عندي أولا ندير الحريق، يعني حدوث الحريق. ثانيا غادي ندير انفجار يعني حدوث انفجار. ثالثا غادي نديرو اختناق، يعني الاختناقات. ورابعا غادي نديرو التسمم صافي، نديرو التسمم صافي. اذا هادو هما اربعه ديال المخاطر ممكن تصيب الانسان بخسائر ماديه وكذلك معنويه وكذلك في الارواح. اذا الحريق، الانفجارات، الاختناقات، التسمم، كلها مخاطر تاتي عن طريق الاحتراقات. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم، وكملت هذا الفرد الصفي رقم واحد واللي كيخص الدوره الاولى في المستوى السادس ابتدائي ماده النشاط العلمي الموسم الدراسي 2021-2022. ترقبوا فروض اخرى ان شاء الله في القناه. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.